لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على خير المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انفع بعلوم شيخنا، وبارك في علمه وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، واجزه عنا خير الجزاء. قال المصنف الإمام الحافظ محب الدين الطبري رحمه الله: فلما كان سنة 8 من الهجرة ونقض أهل مكة العهد، خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة فافتتحها صلحا أو عنوة على الاختلاف فيه، ودخل بغير إحرام وأقام بها 14 يوما، ثم خرج إلى حنين ففتح الله عليه، ثم خرج إلى الطائف وأقام عليها شهرا، ثم تركها ورجع إلى دجناء، ثم على قرن المنازل، ثم على نخلة، ثم حتى خرج إلى الجعرانة، فلحقوه بها وأسلموا، وأحرم صلى الله عليه وسلم منها، ودخل مكة معتمرا لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة، وفرغ من عمرته ليلا، ثم رجع إلى الجعرانة وأصبح بها كبائت، ورجع إلى المدينة، واستعمل على الحج عتاب بن أسيد، فأفرد وحج على ما كانت العرب عليه، ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأقام للناس الحج سنة 9 وأفرد، وأردفه بعلي يؤذن بسورة براءة. فلما كانت سنة 10 تجهز صلى الله عليه وسلم، وأكثر هذا في الصحيح، وما فيه من غيره خرجه الدارقطني والواقدي وأبو سعد وعياض، وكل منهم خرج طائفة منه. وأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، وأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ هاجر غير هذه الحجة، وحج قبل الهجرة حجتين. قال ابن حزم: فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، فمغث من شاء الله من الناس أن يمتنع من الحج معه، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجه. وذكر مسلم أن هذا القول كان لأم سنان الأنصارية، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. ولعله صلى الله عليه وسلم صدر منه ذلك القول عند التوجه للحج، ثم قاله بعد ذلك لأم سنان. وقد روي أنه قال ذلك لعدة نسوة: أم طليق، وأم سليم، وأم سنان، وأم الهيثم، وأم معقل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخذ على طريق الشجرة، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وذلك 5 بقين من ذي القعدة 10. قال الملا: وقيل إنه صلى الجمعة بالمدينة، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء بذي الحليفة، وقيل كان توجهه يوم السبت 5 بقين، وصلى الظهر بذي الحليفة 2 ركعتين، ثم أحرم عند صلاة الظهر من يومه ذلك. قال الواقدي: وهذا هو الحديث الثبت عندي، وهذا يستقيم على ما نقله أن الوقفة كانت بالسبت، وأما على ما جاء في الصحيح أنها بالجمعة فلا يستقيم إلا أن يكون الشهر ناقصا، ويكون قوله بقين على ما ظن لا على ما وقع. قال ابن حزم: وكان يوم الخميس 6 بقين، والذي جاء في الصحيح 5 بقين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة لما خرج أبا دجانة الساعدي،
ويقال سباع بن عرفطة الغفاري. وخرج صلى الله عليه وسلم نهارا بعد أن ترجل والدهن بأطيب دهن يجده حتى رؤي وبيصه في رأسه ولحيته. قال ابن حزم: وبعد أن صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة وهو واد من وادي العقيق ركعتين، وبات به ليلة الجمعة. وهذا مغاير لما تقدم عن الواقدي أنه أحرم من يومه، والصحيح أنه بات غير محرم ليجتمع الناس إليه. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد استمعنا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله الإمام محب الدين الطبري رحمه الله في هذا الكتاب، الذي عرفتم أنه استله كما قال في مقدمة كتابه، استل هذا الكتاب الصغير وهو صفة حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتابه الكبير الذي ألفه في مناسك الحج، وهو كتابه القرى لقاصد أم القرى، وذكر فيه 40 بابا متعلقة بالمناسك مفصلة بابا إلى أن ذكر في نهايته الباب المتعلق بفضائل الحرمين الشريفين وبيت المقدس وفضائل بيت المقدس، وختم بها الكتاب. فهو كتاب جليل القدر، كثير الفوائد وعظيم المنزلة. وقال أنه بعد أن فرغ من هذا الكتاب كتاب القرى، وقلنا القرى أنه ما يقدم للضيف من طعام وشراب تكريمة له، هذا يسمى قرى. فكأن المصنف رحمه الله يعني جعل كتابه هذا بمنزلة القرى لقصد أم القرى، بقصد الحج أو العمرة، فكأن هذا الكتاب هو قرى لهذا القاصد، يعني بمثابة الطعام والشراب الذي يستضاف أو يقدم للضيف تكريمة له، فهذا الكتاب بمنزلة ذلك. فتقدم الكلام في اللقاءات السابقة على جمل مما يتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهذه الحجة من أحكام، وما يتصل بذلك من بيان عدد حجاته صلى الله عليه وسلم، وبيان وما يتصل بذلك أيضا من بيان عدد عمره. وتقدم الكلام على هذا الذي سمعتموه الآن، وهو ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لأم سنان الأنصارية، أو أم معقل، أو أم طليق بوزن عظيم، وإن كان في الكتاب في الطبعة الجديدة هذه ضبطه، ممكن يكون خطأ من الطباعة، بوزن طليق، لا هو طليق الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال طليق بوزن عظيم، طليق بوزن عظيم. فخمس نساء على كل حال. ورد قوله صلى الله عليه وسلم، أو جاء قوله صلى الله عليه وسلم لهن بأن عمرة في رمضان تعدل حجة. خمس نساء. كان الكلام في اللقاء السابق على هذه المسألة أو على هذه الفائدة المتعلقة بكون عمرة في رمضان تعدل حجة، والكلام سبق الكلام كذلك في هذا على السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان مع هذا الفضل العظيم. وهنا قال المصنف رحمه الله، وبعد ذلك بعد أن فرغ من هذه المسائل، قال رحمه الله، ابتدأ في سرد وقائع أو صفة حجته صلى الله عليه وسلم مفصلة. فقال رحمه الله: فلما كان سنة 8 من الهجرة ونقض أهل مكة العهد، خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة، فافتتحها صلحا أو عنوة
على الاختلاف فيه. هذه المسألة أشار إليها رحمه الله إشارة بدون أن يعني يتطرق إلى الكلام عليها، لأنه في صدد أو في معرض ذكر صفة حجته صلى الله عليه وسلم، لكنه تعرض لها وفصلها في كتابه الكبير القراء وفي غيره من الكتب كذلك، وغيره من العلماء أيضا تكلموا عنه. مسألة معروفة أو مسألة مشهورة، وهي الكلام على أن مكة هل فتحت صلحا أو عنوة، هل فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، صالح قريش على فتحها، أو كان فتحها صلحا معهم بالصلح مع قريش، أو عنوة يعني بالقتال. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن مكة فتحت عنوة، فتحت عنوة على هذا، على ما هو قول أو على قول جمهور أهل العلم أنها فتحت عنوة، لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله لم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي رحمه الله، فقال بأنها فتحت صلحا عند الإمام الشافعي أنها فتحت صلحا، واستدل كل فريق من الفريقين بأدلة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها فتحت عنوة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل زاد المعاد، قال بأن سياق القصة، سياق قصة الفتح يدل صراحة على أنها فتحت عنوة، على أن مكة فتحت عنوة يعني بالقتال. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. فقوله إن الله قد أذن، الترخيص هذا ترخيص بماذا؟ ترخيص بالقتال، رخص له بالقتال الذي ارتفعت في وقته الحرمة، في وقت القتال الذي حصل في فتح مكة، في ذلك الوقت الذي حصل في القتال ارتفعت الحرمة، لأنه قال إنما أحلت لي ساعة من النهار اللي فيه حصل فيها القتال، فرفعت الحرمة في تلك القتال في تلك الساعة بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قاتل في الفتح، فحصل القتال. فالترخص، إن ترخص أحد، إجا واحد قال إني أنا أريد أن أقاتل كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فهذا الاستثناء دل على أن الساعة التي حصل فيها أو القتال رفعت فيها هذه الحرمة بتحريم البلد الحرام وتحريم مكة، رفعت هذه الساعة لأجل هذه المصلحة الظاهرة، وهي فتح هذا البلد الحرام وتطهيره ومصلحة تطهيره من المشركين، وأن يكون بلدا للإسلام وعاصمة للإسلام، وكما قال في وصفه ابن القيم رحمه الله حتى يصبح دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب عز وجل. فلذلك كانت لهذه المصلحة أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال ساعة من نهار، فحصل القتال والترخص إذن للقتال، وهذا دال على أنها فتحت عنوة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو سفيان إليه يستأمنه، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه أو دارها أو من أغلق عليه بابه فهو آمن. فهذا الأمان أيضا إنما أعطاه صلى الله عليه وسلم من أجل القتال الذي حصل، تأمين القتال الذي يدل على أن حصلت أو أن هذا الفتح حصل عنوة. لكن الذي يقول بأنها فتحت صلحا كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة، لم يقسم أرضها يعني بين الفاتحين
على أساس أنها غنيمة حرب، يعني لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل تركها، ترك دورها وترك أرضها لأهلها ولم يقسمها بين الفاتحين، أليس كذلك؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا قالوا هذا دال على أنها، على أنها صلح، على أنها فتحت صلحا، لأنها لو كانت قتالا لقسمها بين الفاتحين، بين المهاجرين والأنصار، بين الذين فتحوا مكة عنوة، فكان قسمها. يقول ابن القيم رحمه الله: لكن هذا الكلام أو هذا الاستدلال مبني على أن الأرض تدخل في المغانم، يعني هذه مسألة من ناحية تقسيم الغنائم، من ناحية الفقهية لتقسيم الغنائم. الأرض، الغنائم في الجهاد كثيرة، في يغنموا المال، يغنموا الدواب، يغنموا الطعام، يغنموا السبي يعني النساء، كثير غنائم الحرب كثيرة. لكن الأرض، الأرض هل تدخل في المغنائم؟ قال هذا القول، يقول الإمام القيم رحمه الله أن القول بأنها فتحت صلحا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها، وكذلك من بعده من الخلفاء الراشدين لم تقسم مكة بين المقاتلين أو بين الفاتحين، هذا مبني على أن الأرض داخلة في المغانم. بنوا هذا القول أو بنوا هذا الحكم أنها فتحت صلحا على أن الأرض داخلة في المغانم، ولكن هذا القول يعني أن الأرض، دخول الأرض في الغنائم، في غنائم الجهاد، هذا خلاف ما عليه جمهور الصحابة، هذا مخالف لما عليه جمهور الصحابة والأئمة من بعدهم، فإنه لم يرد عنهم أنهم قسموا الأرض في، يعني أدخلوا الأرض في المغانم في كل الأزوات التي حصلت في كل البلاد، سواء كان في مصر أو في العراق أو في فارس. يقول أنهم لم يقسموا قرية واحدة، لم يقسموا قرية واحدة باعتبار أن الأرض لا تدخل في الغنائم، الأرض لا تدخل في الغنائم. قال: وأمر آخر خاص بمكة، أمر آخر خاص بمكة بأنها لم تقسم لما فتحت، لم وإن كانت فتحت عنوة لكنها لم تقسم. قال: لأن مكة، يعني هذه الخصوصية، هذا أمر عام الذي يتعلق بما قالوه بأن الـ الـ أن الـ أن الأرض تدخل في المغانم، وهذا مخالف كما سمعتم وكما هو الصحيح أنه مخالف لما عليه الصحابة وما عليه الأئمة من بعدهم بأن الأرض لا تدخل في الغنائم. قال: وأمر آخر يختص بمكة، وهي أن مكة دار النسك، مكة دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تبارك وتعالى، فجعلها سواء جعلها للناس عامة أو للناس جميعا، سواء العاكف فيها أو الباد، سواء العاكف فيها والباد، فهي وقف من الله تعالى للعالمين، فهي أي مكة وقف من الله تعالى للعالمين لهذه الأغراض، لأنها دار النسك ولأنها متعبد الخلق ولأنها حرم الرب عز وجل، فهي أجل من أن تقسم وكذلك أجل من أن تفرض عليها الخراج، كما قال بعد ذلك بقليل، قال: أما موضوع الخراج هل تفرض عليها الخراج أو لا، قال: هي أجل من أن تفرض عليها الخراج، يعني ما لقيت إلا مكة حتى تفرض عليها الخراج أو تفرض عليها. هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقسمها بل تركها لأهلها، ترك دور، حتى أنه لما قيل له: أتنزل بدارك في مكة غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب ابن عمه صلى الله عليه وسلم، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فأثبت له الدار، لأنه ورث أباه أبا طالب وهو مشرك، وأما علي بن أبي طالب أخوه لم يرث من أبيه شيئا لأنه لاختلاف الدينين، أما عقيل فقد ورث أبا طالب لأنه مشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل تنزل في دارك بمكة غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ المهم أنها بقيت الدور في يد أهلها، حتى من كان قد أخذها من المهاجرين، يعني اقتصبها أو أخذها يعني بغير وجه حق، فإنها تركت كذلك على هذا الوضع، فلم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا لهذا الغرض الذي ذكره رحمه الله من وصف هذه البلدة المباركة، هذا البلد الحرام، أنها دار النسك
وأنها متعبد الخلق، المكان الذي يتعبد فيه الخلق، يقصدون إليه لعبادة الله بالحج والعمرة وما يتعلق بذلك من سائر أنواع العبادات والطاعات التي فيها الأجر العظيم والجواب والثواب الجزيل، لأن الحسنة كما أنها تضاعف في البلد الحرام فالسيئة كذلك لا تضاعف لكنها عظيمة بالنسبة لغيرها بالقياس إلى غيرها. والسبب في ذلك أن السيئة يعني قدرها كبير، لا تضاعف مضاعفة يعني دبل كما يقولون، لكنها أعظم من غيرها. السيئة في مكة أعظم من غيرها في بلدان، قالوا لأن من يعصي الملك على بساطه ليس كمن يعصيه بعيدا عنه، هذا معناه تحدي صارخ يعني في داخل دار الملك وفي داخل قصره يعمل أعمال التحدي له، هذا معناه إيش؟ معناه قلة الاحتفاء، قلة الاهتمام والتحدي الصارخ لهذا الملك في داخل داره. ولذلك هي حرم الرب عز وجل، فالمعصية فيها أكثر ويعني أقبح وأعظم من غيرها، وإن كانت لا تضاعف لأنه ليس لا يوجد دليل على مضاعفة مضاعفة السيئات. المهم هذا ما يترتب عليها بعد ذلك قضية أنها فتحت عنوة أو صلحا يترتب عليها مسألة بيع رباع مكة وإجارتها، وهذا في كلام طويل للفقهاء معروف موجود يؤخذ من مظانه، ومن أقرب ذلك كتاب الإمام ابن القيم، كتابه الشهير زاد المعاد في هدي خير العباد، فقد فصل القول تفصيلا حسنا في هذه المسألة وأفاض فيها وذكر أدلة كل فريق من العلماء من قال أنه يجوز بيع رباعها ودورها ويجوز كذلك إجارتها، إجارة هذه الرباع والدور، ومن قال لا يجوز بيع رباعها ولا بيع دورها ولا إجارتها، ومن فرق كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ومن فرق فقال فأجاز الإجارة، أجاز الإجارة، إجارة يعني رباع مكة ودورها، و حرم منع الإجارة وأجاز البيع، يعني فرق بين البيع والإجارة، فأجاز البيع وحرم الإجارة، حرم إجارة الدور والرباع في مكة وأجاز البيع، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي كلام كثير واختلاف بين الأئمة، وكل ورد عنه اختلاف في القول، سواء كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو مالك أو الشافعي، كلهم ورد عنهم في الكتب المذهبية أو الكتب التي تنقل فقههم اختلاف في هذه المسألة، اختلاف كبير ونقاش وأدلة كثيرة مبثوثة موجودة في كتب المذاهب، سواء الكتب المذهبية أو الكتب الفقه المقارنة التي تسمى مثل كتاب الفقه المغني لابن قدامة، ومثل بدائع الصنائع للكاساني والمبسوط للسرخسي وغير ذلك، وبداية المجتهد لابن رشد وغيره، كل هذه موجودة فيها بتفصيل. لكن هذا الكلام بمناسبة قول المصنف رحمه الله، قولي فافتتحها صلحا أو عنوة على الاختلاف فيه، هذا هو الاختلاف فيه. ثم قال ودخل بغير إحرام لأنه كان غير مريد للنسك، أن هذا فهام الفتح سنة 8 دخلها للفتح ليس قاصدا لا الحج ولا العمرة. وأما مريد الحج والعمرة كما سيأتي إن شاء الله، فهذا من أراد الحج والعمرة لا بد أن يدخل بالإحرام، ما يصح أن يدخل مكة إلا بإحرام ما دام أنه قاصد للحج والعمرة. فلقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، في حديث المواقيت لما ذكر المواقيت قال هن، يعني هذه المواقيت لهن أي لأهلهن ولمن أتى عليهن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن الذي يجب عليه دخول مكة محرما هو مريد الحج والعمرة، أما غيره ممن يتكرر دخوله مثل السائقين الآن، سائقي السائرات السيارات الأجرة، ومثل المزارعين، ومثل الذين يحملون البضائع ويعني ينقلون البضائع، ومثل يعني أصحاب الحاجات المترددة كذلك المتكررة، كذلك الذي يتردد للعلاج يعني لينقل مريضا أو نحو ذلك، يتكرر تنقله بين مكة وجدة مثلا أو
يخرج من مكة يضطر إلى أن ينقل مريضا ثم يعود ثم ينقل مريضا آخر وهكذا. فالحاجات المتكررة هذه لا يعني يجب على من دخل مكة أن يدخل محرما ما دام أنه لا يريد الحج والعمرة. فهو صلى الله عليه وسلم دخل بغير إحرام في عام الفتح لأنه لم يكن قاصدا لا الحج ولا العمرة. قال: وأقام بها 14 يوما ثم خرج إلى حنين. ثم خرج إلى حنين ففتح الله عليه. حنين هذه معروف أنها يعني الغزوة المشهورة، وهي أشهر الغزوات بعد بدر، أشهر غزواته صلى الله عليه وسلم بعد بدر هذه غزوة حنين، والتي كانت في السنة العاشرة من الهجرة. وحنين هكذا بالضبط بضم الحاء، حنين وحنين، حنين هذا واد الآن يسمى وادي الشرائع، الآن وادي يسمى في التسمية الجديدة أو التسمية المتداولة الآن والشائعة يسمى وادي الشرائع أو منطقة الشرائع. فهذا الوادي فهو في شرق مكة، موقعه شرق مكة، وقلنا أنه فقعت فيه أشهر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في السنة العاشرة، وهي غزوة حنين. غزوة حنين مع لما حارب ثقيفا وهوازن ومن تحالف معهما. ثم قال: ففتح الله عليه، ثم خرج إلى الطائف وأقام عليها شهرا، حصار الطائف هذا الذي حاصر فيه الطائف شهرا، ثم ترك الحصار ورجع على دجناء. دجناء بالمد والقصر، يقال دجناء بالهمز، ويقال بالقصر دجنا. هذه منطقة أيضا تروى دحناء بالحاء المهملة، دحناء، دجناء ودحناء. وهذه أيضا واد يصب في قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، ويبعد نحو 24 كيلومتر في شمال الطائف، في شمال مدينة الطائف. دجناء ودجناء ودحناء هذا يعني رويت بهذين الضبطين بالجيم وبالحاء، دجناء ودحناء، وهذان موضعان حصل بينهما الخلط. موضع الأول دجناء الذي هو في أرض الهند أيضا بهذا الاسم دجناء ودحناء، لأن لما تكلموا على نزول آدم أو هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض، قالوا أنه يعني المؤرخون وبعض المفسرين كابن أبي حاتم وأيضا ابن جرير الطبري وعبد الرزاق كذلك، المهم المفسرون الذين يرون التفسير بالسند التفسير المأثور، وكذلك المؤرخون كالطبري في تاريخه لما ذكروا نزول آدم عليه السلام قالوا أنه نزل أو أهبط في أرض الهند في منطقة أو أرض تسمى دجناء أو دحناء، دجناء أو دحناء. فخلط المؤلفون بين هذين الاسمين، بين دجناء التي في أرض الهند والتي أهبط آدم عليه السلام فيها، وقالوا أنه خلق من تربتها، وقد ورد في تفسير ابن جرير الطبري، أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه على الصحيحين، أخرجوا جميعا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يعني أثر عن ابن عباس بإسناد صحيح صححه الحاكم رحمه الله، قال بأن أول ما أهبط الله آدم عليه السلام إلى أرض بالهند، وفي لفظ إلى أو بدجناء، أهبطه بدجناء وهي أرض بالهند، هكذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مما ذكره أو أخرجه عنه بالإسناد الذي صححه بعض الأئمة مثل الحاكم وغيره. فأن دجناء بالهند، والذي جعلهم يخلطون أيضا بين دجناء التي بالهند ودجناء التي هنا التي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة حنين، أنها جاء في الرواية ذكر الأراك، في رواية إهباط آدم جاء ذكر الأراك الذي يستاك به. قالوا هذا الأراك لا يوجد إلا في أرض العرب،
فخلطوا بين الموقعين أو بين الاسمين، قالوا بأن دجناء، خلطوا بين دجناء التي في أرض الهند وبين دجناء التي في أرض العرب، فقالوا بأنها بأن كلا الموقعين أو الموضعين يروى بالروايتين بدجناء وبدحناء، لكن قال المحققون بأن الدجناء، بأن دجناء التي في أرض الهند هو تعريب، أو دحناء تعريب لدهنج، دهنج، وأما التي في أرض العرب هذه التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة حنين فهي بالحاء لا غير، دحناء. الصواب فيها كما قال من حقق هذا الموضع ومن حقق هذه المسألة أو هذا التسمية، قال بأن التي في أرض العرب هي بالحاء فقط لا غير، دحناء يعني. ثم قال رحمه الله ورجع على دهناء ثم على قرن المنازل، يعني هذه المواقع أو المواضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة حنين، من غزوة حنين هذه واحدة. الثانية قرن المنازل، الموضع الثاني الذي مر به قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن بالسيل، بالسيل، وهو ميقات أهل نجد الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منه أهل نجد. فهذا قرن المنازل، وهو يعرف الآن كما قلنا بالسيل، ومعه معروف يقع على بعد 80 كيلومتر من مكة، على بعد 80 كيلو من مكة. والموضع الذي بعده الذي مر به صلى الله عليه وسلم نخلة، قال ثم على نخلة، ونخلة أيضا واد، أحد الوديان، هو أحد الوديان الذي يقع على الطريق القديم الذي يصل بين مكة والطائف أيضا، وهي نخلة اليمانية. ثم قال رحمه الله حتى خرج إلى الجعران، الجعران تكلمنا عنها في اللقاء السابق، وأنها ضبطها بالإجماع بكسر الجين، الإجماع بكسر الجين وبالتخفيف، لأن المحدثين ينطقونها بالتشديد الجعرانة، وأهل الإتقان وأهل اللغة يخطئونهم في ذلك. تقدم الكلام مفصلا في اللقاء السابق، وأن الصواب والأفصح والأصوب كما قال أهل اللغة الأصمعي وغيره، ونقله أصحاب المعاجم الكبرى مثل لسان العرب، وقبله صاحب النهاية والإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات وغيرهم، نقلوا أن الصواب والأفصح والأصح هو بالتخفيف، وكذلك الإمام الشافعي نص على ذلك أيضا، قال أنه والإمام الخطابي في كتابه إصلاح خطأ المحدثين تكلمنا عنه في اللقاء السابق. قال حتى خرج إلى الجعرانة فلحقوه بها وأسلموا أهل الطائف، وأحرم صلى الله عليه وسلم منها، يعني من الجعرانة، ودخل مكة معتمرا 12 ليلة بقيت من ذي القعدة، وفرغ من عمرته ليلا ثم رجع إلى الجعرانة وأصبح بها كبائت ورجع إلى المدينة، واستعمل على الحج عتاب ابن أسيد، عتاب ابن أسيد بالفتح كما ضبطه الحافظ الخزرجي في كتابه الخلاصة في تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وقبله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، وفي هذا الكتاب وفي فروعه الأخرى تهذيب الكمال وكتب الذهبي الكاشف وغيره. المهم أنه عتاب ابن أسيد وليس أسيد، عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص بكسر العين الأموي أبو عبد الرحمن، وهذا من مسلمة الفتح، يعني من المشركي قريش الذين استمروا على كفرهم وعلى شركهم حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأسلموا عام الفتح، فيسموا مسلمة الفتح، مسلمة الفتح. هذا كان أحدهم، كان عتاب ابن أسيد بالفتح الهمزة الأموي، هذا كان أحد مسلمة الفتح، يعني أسلم عام الفتح. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عينه عاملا، يعني واليا على مكة في ذلك العام، في عام الفتح، عام 8 بعد أن فتح مكة، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في ذلك العام، عام 8 للهجرة، وانصرف عنها، عن مكة، استعمل عليها، يعني عينه عاملا واليا على مكة، عين هذا عتاب ابن أسيد الذي هو من مسلمة الفتح كما قلنا، وبقي فيها قالوا حتى توفي، في اليوم الذي توفي فيه الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا أنه جاء نعيه أو جاء نعي أبي بكر
رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه هذا عتاب ابن أسيد. وقال بعضهم لا، الطبراني الإمام الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد قال بأنه بقي إلى عهد عمر، الصحيح أنه صحح أو استظهر أنه أن عتابا هذا بقي إلى عهد عمر، استعمله عمر أيضا رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك. المهم أنه بقي يعني إلى حوالي عام 21 إلى سنة 21 من الهجرة. وعلى كل هذا خلاف عجيب في وفاته من الشهور أنه مات في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعتاب هذا هو أول من أقام الحج بتوكيل أو بتكليف النبي أو بتفويض النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمره على الحج، يعني جعله أميرا على الحج في ذلك العام، في عام ثمانية عام الفتح، لأنه انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف إلى المدينة واستعمل هذا عتابا، استعمل عتابا على مكة وأمره على الحج، لأن والي البلد أو والي حاكم البلد هو يكون أميرا للحج، يعني الناس يسيرون بسيره، يقف بهم في عرفة ويمضي إلى وبقية المناسك يقودهم، يعني يقودهم، هذا لا بد منه. فكان عتاب ابن أسيد هو أول أمير أقامه النبي صلى الله عليه وسلم للحج، يعني أمير الحج، أول أمير الحج يعتبر. وكان ذلك سنة كم؟ كما قلنا سنة 8 للهجرة، عام الفتح، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، عين هذا عتاب ابن أسيد وجعله أيضا أميرا على الحج، فحج بالناس مفردا، حج عتاب بالناس كما قال المصنف رحمه الله هنا، حج مفردا أفردا. وعلى يعني صفة حج قال باختصار أنه على ما كانت العرب تحج، يعني ذكر أن حجة عتاب ابن أسيد كانت على ما كانت العرب تحج عليه، فحج حجا مفردا رضي الله عنه، وكان أول من أقام الحج، يعني يمكن أن نسميه أول أمير للحج في عهد أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أقامه النبي صلى الله عليه وسلم أو عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا للحج، لأنه كان صلى الله عليه وسلم كان قد عينه إيش؟ عاملا أو واليا، استعمله يعني عينه عاملا يعني واليا على مكة، فكان من الطبيعي أن يكون أمير الحج، يحج بالناس، يسير بسيره، يقودهم. فحجها رضي الله عنه بالمسلمين، وكانوا بمعزل، كان معهم من المشركون، حج معهم المشركون أيضا، لأنها كانت مكة لا زالت ما دار فيها، يعني ما فتحت بعد، لم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيها المشركون، فحجوا مع المسلمين، وكان عتاب مع المسلمين بمعزل، يعني منفصلين عن المشركين، كانوا يحجون بمعزل، كان المسلمون يحجون خلف أو مقتدين بعتاب ابن أسيد الأموي رضي الله عنه بمعزل عن المشركين، ما هو مختلطين، يعني ما هو كل مشرك مع المسلم كحج بعض، حجوا نعم وحج المشركون معهم، لكن قال بأن المسلمين كانوا بمعزل عن المشركين، منفصلين يحجون لوحدهم، منفصلين عن المشركين. ثم بعد ذلك في العام الذي بعده، في سنة 9 من الهجرة، حج أبو بكر رضي الله عنه، حج أبو بكر في العام التالي بعد عام الفتح، حج أبو بكر في العام الذي بعده، كان هو أمير الحج، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي، أتبعه بعلي بسورة براءة، لما نزلت سورة براءة يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقرأها أو أرسله مردفا أو معقبا بعد أبي بكر، بعد أن أرسل أبا بكر ليقرأ على الناس سورة براءة، ليقرأ عليهم سورة براءة، وفيها وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وفيها أيضا أن المشركين نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن النهي عن قربان المشركين
المسجد الحرام وتطلق على مكة كلها. المسجد الحرام من أسماء مكة أيضا، يطلق على المسجد هذا مسجد الكعبة ويطلق أيضا على الحرم، على كامل الحرم أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة لم يكن في المسجد الحرام، أن الله تعالى قال في إسرائه صلى الله عليه وسلم في الإسراء به قال إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السيار لم يكن في المسجد الحرام لما أسري به، وإنما كان في أين؟ في دار أم هاني رضي الله عنها، وهي كانت أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكونه صلى الله عليه وسلم أسري به من دار أم هاني، والقرآن يقول الله تعالى فيه من المسجد الحرام، هذا دليل على أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، وفي أدلة كثيرة على ذلك. على كل حال يعني على الحرم، كل حدود الحرم تطلق عليها المسجد الحرام، لكن الأخص الذي له خصوصية بهذا الاسم المسجد الذي فيه الكعبة، هذا له خصوصية أقوى وأقرأ يعني أكثر من الاسم العام الذي يطلق على مكة أو على حدود الحرم كاملة. بعد ذلك قال ودخل مكة فلحقوا به، ثم قال واستعمل الحج عتاب بن أسيد فأفرده وحج على مكانة الحرم، إلى أن قال وأكثر هذا في الصحيح، يعني أكثر هذا الذي ذكرته لكم أو الذي ذكرته في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب هو في الصحيح. في الصحيح يعني ذكره الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، هذا قصده بذلك، يعني أكثر هذا الذي سمعتموه أو الذي ذكرته في هذا الكتاب هو في الصحيح، يعني في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. وما فيه من غيره يعني الأشياء التي الأحداث أو الوقائع التي ليست في الصحيح، ليست في حديث جابر الذي أخرجه مسلم، يقول أخرجها الدارقطني، الإمام الدارقطني الحافظ حافظ عصره علي بن عمر الدارقطني رحمه الله صاحب السنن، والواقدي صاحب المغازي أيضا محمد بن عمر، وأبو سعد، هذا أبو سعد يقصد به عبد الملك ابن أبي عثمان الواعظ إبراهيم الواعظ النيسابوري، وهذا له كتاب شرف النبوة، له كتاب شرف النبوة أو شرف المصطفى. فأبو سعد وعياض كذلك، القاضي عياض ابن موسى اليحصبي صاحب إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، وصاحب كتاب مشارق الأنوار في صحاح الآثار في ألفاظ الصحيحين في غريب الصحيحين، وكتب كثيرة له، كتب أخرى كثيرة. القاضي عياض رحمه الله المالكي، وهو عياض ابن موسى اليحصبي، له كتاب أيضا الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع في علوم الحديث. المهم أن ما ليس في الصحيح الذي هو غير مروي في حديث جابر، ليس موجودا أو لم يذكره جابر رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا ذكره هؤلاء أو ورد من رواية هؤلاء، وهم الدارقطني صاحب السنن والواقدي صاحب المغازي وأبو سعد الذي هو كما قلنا الإمام عبد الملك بن أبي عثمان ابن أبي عثمان ابن أبي عثمان ابن أبي عثمان النيسابوري الواعظ، هذا ذكره في كتاب شرف النبوة، شرف النبوة يعني اشتهر بهذا الكتاب. وكذلك ذكر أيضا القاضي عياض، القاضي عياض قال كل منهم خرج طائفة منه، لأنه قال في مقدمة الكتاب أنا أذكر كل ما لم أذكر الحديث الذي ليس موجودا في القراء، لم أخرجه في القراء، أذكر هنا مصادره كما قال في المقدمة كما تذكرون، فأذكر ما صادره، والذي لم أتعرض له في كتابي القراء ما هو موجود هناك في التخريج أذكر هنا من أخرجه، يعني الآخر أذكر المصادر الأخرى، الكتب الأخرى التي ذكر فيها. فهذا أول تطبيق على ما قاله رحمه الله في مقدمته، بأنه بيّن أن جزءا من هذا الذي ذكرته لكم هو موجود، أو أجزاء كثيرة الحقيقة موجودة في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم في صحيحه. والذي ليس في حديث جابر الأخبار الأخرى من الأسماء هذه مثلا التي سمعتموها ذهناء ودجناء وإلى آخر ذلك،
ومن بعض الحوادث التي لم يذكرها جابر رضي الله عنه في حديثه، هذه ذكرها هؤلاء الأعلام أو الأئمة الذين ذكرت أسماؤهم الآن. فهذا تطبيق أو أول تطبيق أو أول تنفيذ عملي لما قاله بأني أنا أذكر الحديث أو خرجه إذا لم يكن له سابق تخريج في كتاب القرى الذي هو أصل هذا الكتاب المختصر. ثم قال رحمه الله: وأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أذن، هذه بعضهم ضبطها أذن بالفتح، قال الأولى بأن نقول أذن بالفتح لأننا نريد أن ننسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجلالته، وهو الآذن، هو الذي يأمر. أذن يعني إيش؟ أعلم الناس، فالذي يعلمهم من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الإذن له والإعلام له صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأذن وهو الذي يعلم الناس. فلذلك الصواب أن نقول أذن في السنة العاشرة، يعني ننسبه، الفعل ينسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أذن في الناس يعني أعلمهم. ولذلك الأذان مأخوذ من أذن يعني الإعلام، الإعلام لأنه إعلام بدخول الوقت. فالذي أذن في الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمهم بأنه حاج. فصوب كثير من الشارحين وكثير من العلماء ضبط الفعل بالفتح، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس في هذه السنة، وهي السنة العاشرة من الهجرة، أنه صلى الله عليه وسلم حاج، سيحج هذا العام، حتى إيش؟ حتى يأتي من يريد الحج، حتى يأتي إلى المدينة ويقتدي به صلى الله عليه وسلم منذ اللحظات الأولى، منذ إهلاله صلى الله عليه وسلم ومنذ استعداده للحج إلى أن ينتهي من آخر منسك في مناسكه وهو طواف الوداع. فالذي يريد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعني يجعله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة قدوة. فمن أراد أن يقتدي جاء أعلمه صلى الله عليه وسلم بأنه حاج، فجاء فيقول: اجتمع بشر كثير. وفي رواية جابر رضي الله عنه في الصحيح: تنظر على مد البصر فلا ترى إلا راكبا أو ماشيا، عدد كبير اجتمع، يقول امتلأت بهم البيداء من راكب وماش. وقوله هذا ليس موجودا هنا، يعني موضوع الركوب والمشي، لكن لما كان الحديث جابر رضي الله عنه أصل في بيان صفة حجته صلى الله عليه وسلم، حتى عده كثير من العلماء منسكا مستقلا بنفسه، يعني كأنه منسك ينسب إلى جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، مثل المناسك التي يؤلفها العلماء، منسك العالم الفلاني أو الفقيه كذا، الفقيه الفلاني على مختلف المذاهب، لا يكاد مذهب من مذاهب الإسلام، المذاهب الأربعة المشهورة، لا يكاد مذهب فيها إلا وفيه كتاب أو أكثر من كتاب في مناسك الحج يؤلفه أحد الفقهاء. فمنسك جابر رضي الله عنه أصل أصيل وباب عظيم في بيان حجته صلى الله عليه وسلم، التي هي الأصل وهي الدليل لكل من أراد أن يحج على ما يرضي الله عز وجل وعلى ما يكون فيه الثواب أو الثواب الجزيل والأجر العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطوة من خطوات يقول: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، يعني هذا بيان عملي. حجته صلى الله عليه وسلم هي بمثابة البيان العملي لمناسك الحج، كما هي مبينة بأقواله بالقرآن أولا بالآيات الواردة في الحج، وبما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث قولية، كذلك جاءت حجته صلوات الله وسلامه عليه بمثابة البيان العملي، بالبيان العملي لهذه المناسك، يعني تطبيق على كما يقال ميداني على الطبيعة أمامك تقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته في الحج. وكفى بهذا فائدة، وكفى بها يعني مغنما حمل الناس على أن يقدموا في عهد صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة بأعداد غفيرة،
كلهم كما قال رضي الله عنه، كما قال جابر رضي الله عنه، كلهم يلتمس الاقتداء به، ويلتمس إيش؟ أن يعمل عمله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من الناس. وهذا شأن المؤمن المبتغي الوسيلة إلى رضوان ربه عز وجل والفوز بجنته ودخول دار كرامته يوم الدين. هذا شأنه المؤمن وديدنه كذلك في كل شأنه، في كل صغير، ليس في الحج فقط، بس في كل أموره، في كل أمور حياته. فقوله رضي الله عنه بين راكب وماش استفاد أو استدل به العلماء على مشروعية الحج ماشيا، على مشروعية الحج ماشيا، لأن الحج بالركوب هذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ راكبا ولا ماشيا؟ حج راكبا، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وهذا منصوص عليه على ناقته القصواء. لكن كونه صلى الله عليه وسلم حج معه خلق غفير ورآهم صلوات الله وسلامه عليه وهم مشاه، فلم ينكر عليهم ذلك، فهذا دل على إيش؟ على مشروعية الحج ماشيا. وقد نقل المصنف رحمه الله الإمام الطبري، محب الدين الطبري، أي يقولون باختصار، يقول المحب الطبري، قال المحب الطبري، ينقل عنه نصوص كثيرة، الحافظ في فتح الباري والخطابي في معالم السنة، وكثير أكثر كثير من الشراح ينقلون عنه، يقولون قال المحب الطبري، قال المحب الطبري، اختصار لمحب الدين. فالمحب الطبري رحمه الله عقد بابا في القرى، في كتابه القرى لقاصد أم القرى، في بيان فضل الحج ماشيا، في بيان فضل الحج ماشيا، وذكر فيه جملة من الآثار والأحاديث التي استدل بها على ذلك، ومن أظهرها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في آخر حياته في مرض الموت، قال لأبنائه يا بني حجوا مشاة، فإني ما آسى على شيء كما آسى على أني لم أحج ماشيا، يعني أنا الشيء اللي أنا الذي فاتني إياكم أن تفوتوه، أنا ما تأسفت على شيء في حياتي على أتأسفي أني لم أحج ماشيا. هذا نقله المحب الطبري رحمه الله عن ابن عباس، وذكر في كتب بعض الأمهات، في بعض كتب السنن وغيرها، وأظن في مسند الإمام أحمد كذلك. وذكر أيضا أن آدم عليه السلام، نقلا عن ابن عباس أيضا، نقل أن آدم حج 40 حجة ماشية، وأن إبراهيم وإسماعيل كذلك حجوا مشاة، ونقل عن كثير من السلف أنهم الذي حج 40 حجة، والذي حج 60 حجة، والذي حج 80 حجة ماشيا، ذكرها الطبري المحب الطبري رحمه الله في هذا الباب، في باب الحج ماشيا. لكن البقي الكلام على الأفضل، هل هو الحج بالمشي على الأقدام أو الحج بالركوب أفضل؟ الذي لا شك فيه أن الحج راكبا أفضل. لماذا؟ لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، أن الله تعالى لا يختار له إلا الأفضل، ولأنه فيه أيضا كذلك منافع كثيرة، فيه رفق بالحاج، وفيه معونة له على أداء مناسكه. لكن مشكلة ماشي قد ينقطع بالطريق، قد يمرض، قد أما الركوب في معونة، خاصة في العصر الحديث، هذا من الوسائل الحديثة. فلا شك أن الحج راكبا أفضل، وهذا هو الذي قال به الإمام مالك والشافعي رحمه الله، والمشهور أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا. يعني هذا استفيد من كون جماعة كثيرة ممن حضروا إلى ذي الحليفة ليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عددهم كبيرا، منهم عدد كبير ماشي ليس معهم دواب، فهذا كان سببا أو كان دليلا على أن الحج ماشيا لمن قدر عليه، للقادر عليه يجوز وأنه مشروع. وأما الأفضل من ناحية الأفضل، لما الكلام على الأفضل، فلا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل، لا شك في ذلك، وهذا هو الذي قال به الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي، والمشهور أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الحج ماشيا هو الأفضل بدون شك، لا شك، والدليل عليه واضح. هذا نختم أيضا
لعله من المستحسن أن نقول أن المصنف رحمه الله المحب الطبري قال عندما عقد هناك في كتابه القراء بابا في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، باب خاص في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، غير هذا، غير الذي ذكر هنا في هذه في هذا الكتاب الصغير، ذكر هناك بابا في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، افتتحه أو بدأه بحديث جابر، بإرادة حديث جابر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. وذكر مما ذكر بعد أن أورد حديث جابر، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع أسئلة كثيرة وجهت إليه، يعني فتاوى، استفتاءات كما نقول، فتاوى، لما يسأل فيجيب، هذا إيش يسمى فتوى، هذه فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. وهذه جزء مما عقده أو ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الجليل والشهير إعلام الموقعين عن رب العالمين، الفصل الأخير من الكتاب عقده لهذه المسألة أو لهذه القضية، وهي المسائل التي استفتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل فأجاب، سئل فأجاب، ذكر جملة صالحة من الأحاديث يمكن تتجاوز 300 حديث أو أكثر، فيها سئل صلى الله عليه وسلم عن كذا، سأله رجل عن كذا فقال، سألت امرأة قال له رجل كذا، أسئلة، كلها أسئلة، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام المحب الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع أسئلة كثيرة بلغت 22 حديثا سؤالا أو حديثا، هذه التي اشتهرت وضبطت ونقلت في كتب السنة. يقول أما ما عدا ذلك فهو كثير لا يحصيه إلا الله، يعني في أسئلة كثيرة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولكنها لم تنقل، إما لم تنقل إما لأنها ما ثبتت، يعني من ناحية الإسناد من ناحية الحديثية، أو ثبتت لكنها محصورة، الشخص الذي سأل السؤال ما نقله، ما أشاعه، اكتفى، زي كما يصنع الآن المستفتي، يستفتش المفتي سؤالا فيأخذ بالفتوى في نفسه، في خاصة نفسه، لا ينقلها، أو لغير ذلك من الأسباب. المهمة التي اشتهرت، يقول أسئلة كثيرة سؤالها في حجة الوداع، وذكر منها أول استفتاء أو سؤال سؤله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو حديث أسماء بنت واقعة، أو ما حدث مع أسماء بنت عميس، امرأة من؟ امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها لما جاءوا في مسجد ذي الحليفة، أو يعني في الإهلال، عند الإهلال بالحج في البيداء، أو في عند مسجد الحليفة، عند مسجد الشجرة، بعضهم يصفه بمسجد الشجرة، هو مسجد، هو نفسه مسجد ذي الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، أو سألته، في رواية للنسائي أنها أرسلت أبا بكر يسأله، والرواية التي في الصحيح سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، يعني هذا حصلت الآن، الذي حصل الآن، ومن ولادة في بداية الحج، في بداية الإهلال، ما الذي أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، ثلاثة شو، اغتسلي استثبري بثوب وأحرمي. لكن في سنن النسائي رحمه الله، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أحد الأئمة الستة المتوفى سنة 303، صاحب السنن الكبرى رحمه الله، الإمام النسائي روى في سننه رواية من طريق القاسم ابن محمد، ابن هذا، ابن محمد ابن بكر، من طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. القاسم يروي عن أبيه محمد عن أبي بكر هذا الحديث، هذه الواقعة، لكن زاد فيها بعد قوله صلى الله عليه وسلم، بعد قوله إيش، اغتسلي واستثفر بثوب، استثفر بثوب وأحرمي، زاد وافعلي ما يفعله الحاج، افعلي وافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة زيادة منكرة، هذه الزيادة زيادة منكرة غير محفوظة، كما بينه الأئمة كابن حزم رحمه الله وغيره، فهذه الزيادة منكرة، لا ليست صحيحة، التي تعرف في من، في من هذه، من قالها، لمن،
النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن لم يقله لأسماء، إنما قاله لمن؟ لعائشة. قاله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت. الكلام هذا صحيح، لكنه الشخص الذي وجه إليه ليس أسماء، لم يقله لأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك لأسماء، إنما قال لها هذه الثلاثة: تطهري، اغتسلي، واستثفري الثوب، وأحرمي، بس فقط هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. أما قوله الزيادة في هذا الحديث، الزيادة التي في سنن النسائي: وافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا زيادة منكرة في هذا الموضع، لم يقله صلى الله عليه وسلم الأسماء، وإنما قاله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت. المقصود أن هذا يعني هذا السؤال أو هذا الاستفتاء من أسماء بنت عميس للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول الاستفتاءات أو أول الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع. وهناك جملة من الأسئلة المشهورة التي ضبطت ونقلت في كتب السنة، منها المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت إليه صبي صغيرة، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، كما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وكذلك سراقة بن مالك الجعشمي لما فرغ النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من السعي بعد أن طاف طواف القدوم وسعى صلى الله عليه وسلم، سأله لما قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه بإدخال إيش؟ العمرة على الحج. فقال سراقة بن مالك الجعشمي: ألي هذا العام يا رسول الله أم لأبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم، سؤال، شوف، سألوا بعد السعي، هذا السؤال يمكن يكون الثاني أو الثالث إذا جربناه في الأسئلة النبوية أو الأسئلة أو الاستفتاءات النبوية. قال: دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لأبد الأبد، يعني هذا حكم عام مستمر إلى يوم القيامة. وأحاديث كثيرة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأجاب مثل ما سألوه في يوم النحر، لما سئل عن ما شعرت فطفت قبل، فسعيت قبل أن أطوف، ما شعرت فرميت قبل أن أحر، ما شعرت كذا، الأمور التي حصل فيها خطأ في ترتيب الأعمال، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيقول: افعل ولا حرج. أشياء كثيرة، أسئلة كثيرة، كما قال المصنف رحمه الله، سئل صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. هذه أحد فوائد حجته صلى الله عليه وسلم العظيمة الجليلة، هو إجاباته للسائلين إجابات أيضا عملية، يعني على الطبيعة كما يقولون. عام الآن حج، وكذلك لأن الحج نوازله كثيرة ومسائله كثيرة وتفريعاته كثيرة، فتحتاج إلى أسئلة أيضا كثيرة وإجابات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك أكمل قيام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأسئلة التي سئلها صلى الله عليه وسلم هي مندرجة في كما قلت وكما هو معلوم في الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم في آخر كتابه، الفصل الأخير من كتابه، في الفصل الأخير من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي سماه فصل في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين. فقال بأن هذه الفتاوى لله، ما أجمل هذه الفتاوى، وما أعظمها، وما أجلها، وما يعني أغنى الناس، أنها تغني الناس عن فتاوى فلان وفلان، والله المستعان. ونسأل الله أن يعيننا جميعا، وأن يوفقنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.